الطيارة دي موديلها حديث جدا، فيها احدث الاجهزه، تعتبر اصلا بره ما بيستخدموش طيارات حديثه بالمنظر ده، بس احنا الناس فكرت ان احنا عندنا سيفتي فيرست، فاضطرينا ان احنا نجيب حاجه تبقى يعتبر براند نيو للطياره، وفيها اجهزه طبعا مساعده اللي هي للسكاي دايف. يعني عشان تطلع بطياره فيها مغامرين محتاج منك مهاره ايه بشكل محدد؟ هي بتبقى ليها طبعا تدريب مختص ليها معين، جانا مدرب من بره اجنبي من المانيا، دربنا على السكاي دايف وعلى الفرقه بتاعه الطياره، فهي ليها سيكونس مختلف بس شويه في التشغيل بتاعها عن باقي الطيران. يعني الطياره حجمها صغير، هل محتاج مهبط او مطار خاص ولا ممكن اي مكان واسع؟ هي الطياره مجهزه عالمياً، اللي هي ممكن تنزل في اي مكان، ممكن تنزل في على جراس او تنزل في ساند او اي حاجه، ولكن طبعا احنا كسيفتي هنا في مصر معامل الامان عندنا زياده شويه، فاحنا لا يعني بنختار دايما احنا ننزل على الحاجات الممرات اسفلت، ولكن ممكن ممر يبقى مسافته صغيره، مش شرط اللي هو بيبقى مسافات كبيره زي المطارات العالميه. يعني